Defying Death. الشرطي جوال جيسي هرنانديز وهو واحد من الأشخاص المحظوظين حيث نجا من حادث موت محتم. أوقف هرنانديز سيارته على جانب الطريق وتوجه إلى سيارة شرطة أخرى واقفة، وبينما كان يتحدث مع شرطي آخر نسمع صوت ضجيج، ومن ثم سيارة بيك أب تحلق من بين سيارتي الشرطة حيث صدمتها شاحنة كبيرة لم تستطع أن تتمهل. إنه دليل على مدى قرب الموت منا، حيث أننا كدنا أن نخسر الشرطي هرنانديز ونائب رئيس الشرطة والنائب الثاني، يقول الشريف لوني بول كابريك. ونحن في توم نيوز ننصح هرنانديز بالذهاب بسرعة والشراء بطاقة يا نصيب، حيث أن حظه يفلق الصخر.